مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. يا جماعه اليوم اشرف واحمد بده يتحكموا فيني، انزلوا بدك تزني، فالله اعلم ايش بدهم يعملوا. ما راح اطول عليكم، في ضمان اشترك قناه، انزل اشترك وفعل زر الجرس، ويعني اذا زلوني الله يسامحهم. بس طبعا انه في شغله بدهم يساعدوني فيها، بشار برا الكاميرا عم صور شاب كثير محترم رح تعرفوه اللي هي، واحمد كلاش شلاش واشرف الفراتي. حسبي الله. هلا بدنا نبلش بالفيديو، جاهزين يا شباب؟ اول شغله ايش هي؟ اول شغله مشي تمشي والله يا جماعه، مشي تمشي عليه سمري، تفضل يلا مشي. انا واقف على هي بتاعت احمد اتفقنا. خليك واقف، خليك جايينك. يضحكوا برطن عجب ايش تعملوا والله اعلم. يا جماعه لا تغزونا على الصوت، في عالم كثير، ولا تغزونا انه شكلي خربان لانه شوب كثير، وهي ورا الكاميرا شو اتجابوا على الماسوره. ايش هيك؟ بدك تحطوني فيا؟ ملت السلة، فرجيهم شلون تملت لميتها فورا. حتى خلى لنا بده جواتها شيء. اوه ايوه تشيك مي اوت كويس عبد. يلا انجي لنشوف ما فيش في زبالات. بس انت كنت كثير رخيصة يلا اشحطها قدامنا، روح فرعون على يلا اشحطها روح. يلا يا جماعة الحقونا، يلا روح. لا حاجز بقى حاجز، اهم شيء بالشارع. انا بدي اعزلك بالشارع مو هو. يلا والله ماكس، يلا خوش 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 ماكس 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 هذا لم الفيه الفيه ماكس 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 والله من طبق. يلا بدنا نمشي ونشوف وين. يلا يا احمد تعال 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 سمير، جبنا شكرا لكم، نحن ماشيين على الطريق. ايوه تفضل احمد، شو رايك نطلع فوق على الشجره؟ ايوه لا 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 حسين لا حسين، بدك على العمود ما بعرف دبر حالك، على العمود احسن، بدك على العمود بدك على الشجره اطلع يلا يلا مستحيل صور هيك السجاير. طب علي الطوق بهذا بالهذا، لا انا بفكر بلش تحجج. طب استنى شوي ايدك علي الطوق بالنظارات. يا رب يطلع الان مش علي جاب. يلا امسك هاي النظارات طلع. سمير سمير سمير، نحن ما نتحكم فيك، هذول النظارات صاروا لاحمد. كيف احمد؟ بشار خذني من قدامي، خليني انقي هاي الشجره. لك يسلم لي جماله. ايوه ايوه يلا هذا خلص خلص هاي خلص يلا 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 يلا. ما في اصغر واحد اثنين، ترحموا على اليوتيوب على سميع الحلوة. كفو وين كفو؟
ما في عالم. اطلع ما بعرف دبر حالك اطلع. ما في عالم؟ ما في عالم اطلع روح. روح يلا روح روح اسكت. واحد اثنين يلا يلا. اي اطلع يلا سادو سادو على فوق. ما افتح سين. ما زبط معك؟ ما لا لا تعال عنا حتى تعال روح شايف هذول الاولاد؟ شايف هذوليك الاولاد الباركين هنا؟ روح روح معهم شوي جنبه بس ابروك جنبه؟ بس ابروك نصهم ها بالنص يا ابروك ليك يسلم عليك يلا الله يسلمكم ما دخل يا جماعه هذا سلم عليهم تبروك معهم ما لك القطع انا عم سلم عليهم سلم عليهم بايب زين ثاني بروك يلا بروك بروك في فيديو تشيكين كده كبر ضغط اوردر ها روك احكي معهم ها صار لا لا ما بعرف ولا بيعرفوني يمشي هذه والله يلا وين هلا عند السمان خلاص يلا والله اطاع اطاع لبين ما نوصل السمان شايف احمد انا متيح بالتليفون صوت تطلب لي طياره بدي اياه هيك عيونه يوصل ما دخلني يلا نفذ راح التليفون راح التليفون راح التليفون يا زلمة والله اسرع بطاني الحكم يا انت كلهم بسرعة والله اسرع اسرع بطاني يا زلمة ما بسرعوش الحكم اسرع يا رب تصارف هذا يا زلمة فرجيني يا تعال 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 قرب قرب شوي قرب شوي يا صورنا صورنا رب انت يعني هذا حكم هذا بيعطي طيب انت طول خطر على بالي نحن رايحين على الطريق يلا امشي ده حكم فينا عمالك ان شاء الله بلال هن طلعوا لي هاي الفكره بطل يشتغل طيب ما اشتغل شو راح تجرؤوا للبنت الطياره ليه هاي خلوني اجيب هذول بس يلا هذول هينات لسه ما خلصنا من عند السنان كسروا لي الجهاز يا جماعه كسروا لي الجهاز بدي اطلع فرو هلا بدي تحت احمد خلينا نقل شي شغله تكون ترجع المعده فلا سيف سمير بدك تاكل هيك تحت هي اسمه والله يا جماعه هي هلا بدها طعميه لسمير سمير مسيك 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 شربني سيكاره من كيس اللي حط ايدي على تنوني شربني شربني لا تمايع ايوه يلا امشي امشي رجل 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 تعال بس نقطع اشربك سيجاره يا جماعه شوف اللي اشربه سيجاره لعشرة شربني بالكيس اللي حاط ايدي على تنمية اتحشم انا يا جماعه ما بعطي التحكم ما بجور عليه مشان ما يجور عليه بالتحكم اذا صار شيء هذا انا افرجيك انت والله رويني انا ما جبت عليك اترك لي هون محلك افتحي البسطة قدامه نص الشارع شو تسوي؟ بدك تبرك تاكل رح صورني من هون خلص تمام خليك يلا بس طبعا ممكن قدامك مثل ما حط احمد تاكل كله مي مي يلا يلا بدك تعمل شو؟ تعال تعال احمد تعال خليك عشان الناس يقولوا راجعين تفرج على سمير الحلبي شلون بدك تنزل المقاطع ما فيها سوري الحمد لله عشر وحدة يلا أمر أمر تاكل شغل مجانين يلا شفنا شغل ايه بدي فرجينا فجأة أصوله اشكو المجانين أقوى منا لا الله الله يشفيهم مجانين فجأة أصوله ايه 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 بدها يا ميلة تنبنع مشان تعرف تكب تكب علي شو اسمه ها 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 شوف بعد اذنك والله شايف هذاك اللي عم بيلعب طابة زين؟ شو تكون لعب معه؟ لا روح يلا روح تعال نبرك نحن هون مانا مصر صوروا صوروا مشان اذا اكل قتله ما بنعرفه ولا بيعرفنا يلا صوروا السلام عليكم فيك انا اطلب والله والله زبط حلو ما زبطت واحده ثانيه يلا
ما زبطت بدك تضل تشرب لبين ما تزبط. لا حاج وحده ثانيه اخر وحده يلا تمام تفصل يلا لا نفذ يلا الحمد لله الزلمه حباب بس ما طلعت منها شيء يا جماعه انا خفت لياكل قتله شيل اشرف انا خفت لياكل قتله قلت له لحم خلينا بعيدين نحن شفتوا الاصدقاء اللي كفوا شكوا على الزباله بتاعتك والله انا فرت يوم بس اتحكم فيهم ليش مين قال لك راح اخليك تتحكم فيني لا قسما عندك الله ما يوفق الله ما يوفق الله يبعث لك واحدة مثلك دي الله وين؟ شيل هاي بكبر قدام ما بدي ارجع فيها كمان فيها كمان صور هون فيها كمان يا سيدي انا بفرجيك يا احمد عشان تعرف تكبري بالحاوية شيل المحرم هاي بطريقة العشرة لا محرم لا تشيل لا تشيل خلص احمد كفو ليه؟ لا بركي حدا على تصفية ايه صح معنا قول معنا معكم كالونيا هات كالونيا عقمهم انت لا تمسك في بيدك الجزء كالونيا جزء عندك كورونا هلا عقمني احلى اشرف والله عقمني انت ذاك المعفن حاج انت ايش استاذ المعفن بس خلوني امشي مشوي بس هي طبعا ما راح احطها لي عرقت كثير خلوني اقطع طلع غير شكل لهم كنت سنينات الحلقة إن شاء الله تعجبتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك القناة وبيجي يوم بنتقم منهم الكيكة لهلا واقفة هون يعني صرت أقلب معتي ما بحسق كل شيء يا جماعة من الساعة 2 الظهر لا 3 بلشنا لا 2 هناك لا 5 بلشنا 5 هناك 5 يا جماعة وغير هيك الجيران عنا جيران عنا في سوريين بالبناية بيدير راسهم من الشباك وأنا عم بلم الزبالة تابعونا بس كسرت الجهاز يا حبيبي هلا اكيد صوروك هلا كسرت الجهاز ورمينا زباله وطعموني انا بس منيح مو الجهاز الاساسي منيح واقف تترك جهازي لو ما واقف تترك يلا خيو يا جماعه مو مشترك قنوات شباب انزل اشترك فعلوا زر الجرس وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو استنونا في فيديوهات جديده سلام طبعا يا جماعه تحياتي لكل المهن يعني انا مثلا هلا سويت دور اعطوني دور انه زبال مثل ما شفتوا العنوان تركت اليوتيوب واشتغلت زبال طبعا زبال الشغل مو عيب عيب بالعكس حلال على حلال عليه انه ننظف الوسخ وسخ العالم حلال عليه وحيالله مهنه كلياتنا نتشرف نشتغلها حيالله مهنه لانه الشغل مو عيب تحياتنا من هون لكل عامل نظافه لكل عامل نظافه نظافه اللي عم بيحكي هذا نظافه تحياتنا لكل حدا بيشتغل لكل عامل نظافه قصه بالمونتاج خلص قصه وتحياتي للجميع سلام سلام.